بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم اخوكم موجه مصر من معرض غصن الزيتون لتجاره السيارات. النهارده بالشرف ان احنا بنسلم عربيه سوزوكي فان اس زد اكس، العربيه الكامله كل الشيء اللي اكتسحت السوق بفضل الله. بنسلمها لاخونا وحبيبنا اللي شرفنا نتعرف عليه. نتعرف عليك يا معلم. محمد ربيع عبد الوهاب. حبيبي يا عم محمد. منين؟ من بني سويف بس قاعد في العبور. احسن ناس سعاده البشر. شرفنا في معرض غصن الزيتون يا معلم. الله يخليك حبيبي. ايه رايك هنا في المعامله؟ الدنيا ماشيه ازاي؟ ناس محترمه، مش ناس محترمه وعلى راسي يا باشا. حبيبي سعاده الباشا، حد قصر معاك في اي حاجه؟ لا والله كله تمام. وتسلم ايدكم وربنا ربنا يفتحك ويرزع على طول. عليكم ان شاء الله. حبيبي بس اس زد اكس اللي انت خدتها دي ايه رايك فيها؟ حاجه حلوه، كماليات بتريح كتير يعني، بدل ما تروح بره وتعمل الشغل ده، الشغل ده جايز فيها احسن طبعا بكتير ان شاء الله يا باشا. ربنا يديك خير ويكفيك شرها، ما تقولش اول اخر تعامل ما بيننا. ربنا يخليك. الف مبروك يا ريس. الف مبروك يا مدير. حبيبي يا باشا.